الفرصة بتيك بتيك الفرصة. هذا يعني شيء لازم تؤمنون فيه من رب العالمين. انت بس عليك اخلص النية واعمل وابتكر. حد بيقول لي انا ما عندي طاقة ابتكر لان البيئة اللي من حولي سلبية. لازم تجبرين نفسك تطلعين منها. لازم تلاقين حل. هذا هو الذكاء العاطفي. اني اطلع افضل نسخة من نفسك. ان اطور من هالذات. ان ما استسلم. ان اتم اعمل واجتهد ولو اطيح لو اطيح لو اطيح اتم اعمل. زين، هل في مسافة ما بين الطيحة والعمل؟ يعني كل ما افشل انجح، افشل اطلع ويمكن افشل مرة ثانية. طبعا في مساحة. اعطي نفسك وقت انك انت تحزنين. يعني الشيء ما يجي بسرعة. اكيد الطيحة محتاجة انك انت مثل لا سمح الله اللي يطيح يتألم ينزل دم تعالجه تتريى مال يومين ثلاثة تشيلي بعدين ترجع مرة ثانية الى الجيم مثلا ترجع مرة ثانية. نفس الشيء طبيعي. هل راح عليك الوقت؟ ابدا ما راح، لان مثل ما قلنا الفرصة بتي دام ان النية 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 صافية.